السلام عليكم. قبل ما ابدا مقطع اليوم عندي لكم اعلان لمنتجات سويتش. شركه سويتش العلامه التجاريه لاحدث مكبرات الصوت اللاسلكيه بالتكنولوجيا المناسبه. خلونا نبدا باول منتج. سماعات سويتش تروبوت، مثل ما تشوفون البوكس فخم جدا. السماعات الثانيه في السوق سرعه استجابه فيها 200، وهذه هي السماعات. بنفس الوقت هذا هو البوكس حقها. طبعا السماعات تنور، تقدر تختار وضعيات النور ياشر، وضعيه النور يكون طافي، وضعيات جميله جدا مجرد اللمس. طبعا السماعه تقعد الى 24 ساعه لعب متواصله، فشيء جميل جدا. المنتج الثاني اللي هو سلك الشاحن حق الايفون. طبعا المميزات اللي فيه اللي هو شحن ونقل بيانات سريع، ويمديك تلعب بدون اي مشاكل باللعب. السلك راح يكون بزاوية 90 درجة، فأكيد راح يكون السلك ستاند، يعني تقدر تثبت الجوال بنفس الوقت تشحن، بنفس الوقت السلك ما راح ينعفط أو شيء، راح يكون ثابت، فهذا شيء جميل جدا، فراح تلعب وأنت مرتاح، الشاحن مصمم إنك تشبكه وبتلعب بنفس الوقت، فالزاوية 90 درجة هذه جدا 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 ابتكارية مرة، أول مرة أشوفها في السوق، الضمان لمدة سنتين، وبإذن الله المنتجات تعجبكم، وبس خليكم على المقطع. السلام عليكم. يمكن تسمعون المايك فيه شوية كهرب، اعتذر على الشيء لكن ما كان مشبوك زين، ان شاء الله ما تكرر في المقطع الجاي، واستمتعوا في المقطع. السلام عليكم. اليوم جبتكم مقطع جديد، اليوم جايبكم مقطع، واليوم معي محمد وفايروس. يا هلا والله. السلام عليكم. يا هلا وسهلا. والله دقيقة، لا رمضان الله يصلح رمضان. اوكي. اليوم جايبكم مع عربي سلايد دثرن. يعني على كثر ما لعبت مابات عربية لكن حمست يوم شفت ان سلايد هاي ديثران اللي هو ماب عبارة عن زحلقة في زحلقة. في ناس كثيرين يعني يضبطون المابات هذه، فان شاء الله هذا الماب يكون مضبوط يعني وكويس. فقبل ما يبدأ مقطع لازم اذكرهم شيء مهم، اللي هو اللايك والاشتراك في القناة، لان اغلبكم ما اشترك، يعني طبيعي هذا الشيء. فخلونا نوصل 760,000، بعدين 770، بعدين 800، بعدين مليون. واهم شيء وش هو يا محمد؟ اهم شيء شباب تبونا نتهاوش، نزل الموضوع يعني. كود في اس ال، فيك نسيته. كود في الشرق فهيت افضل كود في الشرق الاوسط. الله على اخلاقك يا محمد حبيبي. شف بس خلينا نكون معك صريح، ترى انا حطيت الكود الان عشان انا متحمس. بالك من الطياره؟ لا 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 كيف كذا؟ لا لا واضح انك كذابين مره. انت تمشي، خلينا نلعب بس. اوكي. هلومي ها لا أبي ها دقيقة لا أبي ليه ما حط اسمي؟ والله شوف ما قلت لأني بلعب مع محمد. بتهاوش معاه ليه ما حط اسمي؟ اسمي والله اسمي من ماب صراحة كويس. شوف ما يعرف اني ايش؟ اكل برجر ذا فليش من بريالين. بالضبط هذا هو. طيب بيقول لك هنا ايتم ما ادري ايش، والفيديو بدا منزل. اوكي طيب هنا اتمنى ما بيعجبكم مرحله واحد. هنا يقول لك سامبل اللي كيف طريقه الماب. والله العظيم ما ادري وش قاعد يصير، بس خلينا نروح من هنا لان هنا اوكي نرجع من هنا. او في سكبات، حلو جوي. هلا وش ذا؟ وش ذا؟ اوكي هلا بي. لا يا ساتر يا ساتر يا شباب. هاي درون اصلاح احنا كلنا مثل حلو بيجيك مصراخ ذا الماب. لا ما في تشيك بوينت. انت اخذت تشيك بوينت ولا بس انا اللي اخذته؟ انت وين اخذته منه؟ منه وشو؟ من هنا. طيب صلح والله العظيم نطيته من هنا على طول. انا بروح يمين. اوكي طيب اوكي. اوي ماي جود مورنينج من الله كلنا. شوف لا تروح يمين مره ولا يسار مره. اوكي في النص بس اللخمه بعدين عارف. انا والله ترى تعديت بعيد شوي يعني. بسم الله الو. اوكي ضبطت الحين. بسم الله يا ربي يا رحمن. وشو ذا؟ الو ما يوقف ذا ولا وشو؟ لا وش ذا؟ والله العظيم الليفل طويل مرة. أنا تعديت وصلت بعيد. أوكي بعدين صار فيه حفر وما يمديك تشوف مغطي بالعشب، وبعدها وشو؟ بعدها موت. أهلا بالعذاب النفسي. ويلكم. ترى أسمع فيه تلميح. دقيقة ما قريناه. تلميح بعد الهواء نط بدري يمدحون النص بالأخير. علمني من أول. الله آخر شيء بسكب هذا الكلام كله. أعرف نفسي. شكلها. بسم الله. طيب اوكي يقول يمدحون النص اخر شيء. نايس ياو واو والله اوكي تكذل. الو يقطع ام بالسرعه. نطيت نطه فجاه وداني في النص كذا فجاه سكب كل شيء. هذه العشب. الله
سويتها يا استاذ. ضبطتها مره والله. ليتس جو يجي والله رهيب، اقسم بالله رهيب والله صادق رهيب. زيك انا عديتها خلاص. توني بقول لك افتح مشاركه الشاشه عشان يا صدمة يا ساتيك يا اخي. احب المابات اللي فيها سكيب والله، اساطير هذولي. اوكي هذا فيها سكيب. يا ساتر يا ساتر، وش ذا يا ساتر؟ الو شرطه والله رهيب، اقسم بالله رهيب والله العظيم. وصلت بعيد، انا شفتك طولت مره وانت قاعد تنط. وصلت الكفر الاخير تخيل، بس اني تعديته بشوي يعني. الله يستعذني. اوكي جيجي بسم الله. وش فيك انت الحين؟ وش فيك انت الحين؟ بسم الله. ايوه ايوه ضبطتها ضبطتها ضبطتها. اصبر. اوكي اوكي. وصلت عندي كفر الاخير. اسمع صوت سبيس يا يا قارئ ودي بخاطري بخاطري. خلاص خلاص. ها سويتها؟ تهبل ايش تقول سويتها؟ والله عند الكفر غير. والله عند الكفر طعم القهر. تصدق ما ادري ليه احس الراوند اسهل من الراوند اللي قبل. والله شوف يعني في سهوله، والله في سهوله. هلا بي هلا بي، ان شاء الله الحين اجيبها. الله يا شيخ سويتها؟ اصبر ها وش ذا؟ انا والله بحاول ايش هو؟ اوكي اشوى الحمد لله صار في كفر على بالي، لازم اكمله بالزحلقه اللي خمت انا. ايزي ها بسويه الحين دقيقه. انا مشارك الشاشه ولا بدون؟ لا ما عليك الان. شوف عد من واحد لثلاثه. انا مزوم عليك. يلا عد من واحد لثلاثه. يلا واحد اثنين. شوف قبل ما قلت ثلاثه شلقن. يلا اوف 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 يا عيال ترانزيشن هذا. لا لا هذا وش ذا؟ ها اوه تكملها والله تصميم خرافي، حاط ديناصورات هيكل عظمي وحركات. كملها سيده ها بين طيحك على هذا البنصرات. حلو ايوه. وش ذي شلون؟ شوف بالبدايه سوي كذا. اوكي هو بالبدايه امشي كذا طبيعي. يلا اوكي ها شو النقطة هذه اللي نطيتها انا؟ اوكي اتوقع تتجاوز كل شيء من المثلثات هذه في البداية، بعدين تنط على الأخيرة المثلث اللي لحاله فاهم؟ يب اللي في النص. ياب 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 ياب. حلو 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 حلو. لو يا ربي فك الراس يا جماعة. بسم الله بسم الله. تقدر يا ابو سلومي تقدر. اصبر. وين اروح يسار ولا يمين؟ اصبر. كفر اللي بعده. كفر اللي بعده. مين؟ الله. سويته. سويته يسلون. ايزي. ياب سويته. يقطع شكلك ترانزيشن. عاد المشكلة اللي تفت في الوقت الغلط. بسم الله فكرة المرحلة الجديدة اتمنى تعجبكم. اولو بي الالوان. اوكي. اهلا بالتيسكو. سام طال عمرك؟ هي رجعني ليفلي. اوه ايش في الزون؟ ايش الهرجة دقيقة؟ اصبر وش ذا؟ اها تحاول تمشي في المسار اللي ما فيه البنفسجي فهمت؟ شفت كيف؟ لا ما شفت كيف. اوكي وانا المفروض ما نمشي مع بعض مفروض يعني. اوكي شوف كذا بسم الله. لا والله يمدي صح؟ يسار نص يمين لا تروح يسار ها؟ يسار نص يمين يسار نص يمين بعدين يمين بعدين يمين. الله لا 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 هجس طح ام الغبنه. وين اروح بعدها؟ وين اروح بعدها؟ طح ام القهر. شي والله العظيم سهله. شي يسار نص يمين بس ايزي بوي. لا اوح ها اوه في هوايات ماشي. ايوه حلو. يقول لك لا تنط. لا وتكمل ويقول لك اذا لا تنط خليك في النص عند كلمه لا تنط بعدين نط هنا بعدين نط هنا وبسم الله على بركه الله. ها وين اروح الحين؟ هوايه اوكي يمين بعد بعدين يسار. اوه ايزي
ايزي والله العظيم ماب جميل والله انك صادق والله لا لا لا, لا اصبر خلني اثبت جبتها سويتها ترى سويتها اي شكلك ايش فيك نطيت فوق طيب لا لا غلطان غلطان انت عد نظاراتك غلطان اضحك عيوني شكلي ما كنت اشوف زين ها ايش المكان شكلها نص يمين نص يسار او يمين مستنقع هذا صح اي بس كيف تشوف ما تدري اوكي اوكي الموت بسم الله بسم الله ايزي بس باقي بعدها وش هذه اوي وشي لا والله العظيم متعة والله اكون معك صريح خاصة اسكبات اوف لها طعم لها اوف جوي واجواي صراحة اوكي اصغر ايوه آه اوكي يمين ولا يسار لا ايوه ايوه خلاص الى متى اوكي بعدين هنا يمين 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 يسار يسار نص وايزي ايزي بوي ليتس جو والله يسلم والله جارد الماب دل مستمتع صراحه مستمتع والله وينك اوف وينك يا اخي سويتها سريع سريع انا لان شيء تدق سويتها اكون معك صريح ايوه لا تقول لحد ها لا تقول لحد اعطيتها هذه الوضعيه شوف يقطع شكلك كيف فجاه جيت عندك حتى جيت عندي وانت تاكل برجر اي اي ضفليش ضفليش اوكي نص بسم الله اه يسار يمين نص 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 يسار تدنق قاعد اقولها تدنق بس اني دنقت وفكيت ليش فكيت بدري وصلت عند شو اسمه ما ادري بس تبدا انا وصلت يعني مرحله حلوه يا ساتر اوه يا محمد يا محمد والله اني قربت دقي والله ما بصعبه لي صراحه والله انك صادق ما هي بصعبه المشكله اني ما الله يخرج مع السلامه وش ذا قلوب يلفي مقسم بالله جامد يا ساتر لا تنط لا تنط اقول لك وهنا نط ما يوصف اوه شوف كيف الفخاخ يمين بلا شكله جامد والله العظيم شكله جامد يا ساتر الليفل والله 7 ليفلات 34 دقيقة يا ساتر كادت ان تصبح ولكن لم تكد وصلت للنهاية تدري اما اي والله سلكت معي ورب الكعبة تأكد اي والله ارقص ولا ما يحتاج اسمع عد من 1-3 سوي لي موت سوي لي موت اللي يوديك بترى اي يلا يلا ابشر هلا بشت الليفل اول مرة اشوف الليفل ارقية يا ساتر اولي لا فخاخ ورا فخاخ يا ربي ايوه لا 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 لازم نرجع نفس الشيء ايوه اخير لا اطلنا لا وش ذا قاعد يصير او ماي جاد وصلت قدام عند اللافا في لافا تدري ياب 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 وصلت عند انا يا الله لا وصلت على النهايه ومت وصلت على النهايه لا لازم كذا كذا زين ينطط في النص اوه في تكمل تكمل يمين ولا يسار يمين ولا يسار لا 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 يا ساتر يا ساتر ننط في النص كنا ننط في النص الى متى طيب ها راح مني سبيد راح مني سبيد في وقت غلط والله لو يروح عاد بسوي سكيب صراحه مستحيلة والله مستحيل ما حد يقدر فكويس اني حط سكيب الحمد لله لو دارين انه في جليتش كان هذا من زمان لا انا ما سوي سكيب انا هد بسرعة بعد النطة اوكي ايه ما سوي سكيب بعد ما شاء الله تبارك انا الحمد لله اوكي جبت اليد وتحت تحت تحت في تحت تحت هلا بي انا جبت العيد صح اني غبي والله اني غبي كنت بسويها مار مار سوس سوس سوس. ايوه اوكي دقيقة بس لا نطيت من فوق الكفر حلو حلو ما ننط زي ما قلنا ما ننط لا ايوه
كفر 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 وهوب علي ساتر وش بعد وش فيك انت الحين النهائية وما بعدها النهائية يا ساتر يا ساتر يا ساتر وهو قد هرمنا يا الله الو الو لا طع ام القهر يا عيالك طع ام القهر يا عيالك طع ام القهر يا الله وحان وقت سكيب بسم الله وعلى بركة الله ها انا ايش فيك انت الحين رحت ليفل 8 الو وات لا في سكيب ثاني رحت بتعد وراز حتى بسكيبات تموت طع ام الغابن والقهر ها وسويت جليت اوف يا وين برجر برجر وين برجر انا هذا جليت حقي ايوه بس هذا هو بسم الله والله بنعيط الحين صدقني شكل انا والله يمين غلط النهايه النهايه طحت النهايه اصبر اللي بعده يسار اسهل شيء الو شباب ايش المستوى شباب مره سهل صح مش المستوى شباب ايش الليفل في مكان سري في هذه المرحله اذا لقيت انت اسطوره يلا يلا بسرعه سوي حركه البرجر بسرعه دقيقه بحاول اجي لحظه ايش فيك انت الحين طيب هذا يقول لك ليفل مكان سري وما في سكيب والله ما ادري يا مكان سري وش ذا ما في سكيب اكيد وشو تعال عندي ها شوف المكان السري والله زي ما توقعت راح ليه؟ جود جوب اصبر لا بالله مش ذا هذا بعد رمضان نشوف ايش فيه اها بس كذا اها حلو طيب ايش طيب اوكي غرفه سريه هذه بس ايش الفكره؟ تموت حسبتها سكيب الله يسامحك يا راعي الماب اوكي عرفت شنو الحلها اذا نطيت يسار الجهه الثانيه يعني بعدين نط نطتين ثم نحول الجهه الثانيه فهمت اوكي نطتين على طول اول ما هذا اوكي اتوقع اني وصلت جهز البوغي بومبي هلا بي الو وش ذا وصلت بس وش التكملة ذي؟ لا استهبال استهبال التكملة وي وجي جي والله العظيم ماب جميل اقسم بالله ماب جميل وقعدنا فيه ساعة وثمان دقائق شكرا جزيلا بس صراحة راح من عيني الماب تدري ليه؟ ما حط سكيب في الاخير ها؟ ايه ولا كنت بعطيه 10 من 10 الماب والله العظيم الماب جميل جدا 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 افكار خرافيه مع انه 10 ليفلات وطولنا فيه بس استمتعي لا تقتلون المتعه يعطيكم العافيه مشاهده ان شاء الله استمتعتوا قناه فايروس والدسكربشن كود الماب في الدسكربشن اللي يبغى يلعبه اوكي طلع في غرفه حق جي جي وانا نسيت اني هذا اوريكم جي جي شو علم السعوديه السعودي مسويه هذا كود الايتم شوب حقه البارت الاول والله تبون نلعب البارت الاول اذا تعمل هذا المقطع راح نلعب الجزء الاول قناه صاحب الماب هنا يقول تقييمك الماب انك لعبت الماب تقييمكم والله الماب جميل جدا 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 فيعطيك العافية يا تركي وبس اشوفكم على خير في امان الله سلام